بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين على قناة بيبو سبورتس وبرنامج الموهوب مع بيبو. النهاردة نتكلم على مباراة مصر والمغرب والفرحة الكبيرة العارمة لكل جمهور وعشاق كرة القدم في مصر. طبعا الأداء من ناحية كرة القدم للمنتخب المصري، المنتخب المصري تفوق في كل الخطوط وعمل مباراة ولا أروع ولا أجمل من كل حاجة، سواء من الناحية التكتيكية أو الفنية أو المهارية. كلنا شفنا التكتيك وبعض الجمل الجميلة اللي كانت في هذه المباراة. اللي عاوز يستمتع بهذه المباراة يشوفها مرة تانية علشان يشوف الحاجات اللي كانت بتتعمل في هذه المباراة وبعض الأدوات اللي استخدمها مستر كارلوس كروش وبعض الجمل اللي كانت في هذه المباراة. التحركات من كل اللاعبين كانت بمنتهى الدقة ومنتهى المرونة، علشان كده لاحظنا في الشوط الثاني المنتخب المصري نزل هياكل منتخب المغرب. منتخب المغرب بصراحة يا جماعة في هذه المباراة لم يأتي. الحاجة الوحيدة اللي هم عملوها في هذه المباراة الهدف من خطأ لأيمن أشرف. خلي بالكم أيمن أشرف كان من رجال المباراة بصراحة. اللي اتفرج على المباراة مرة تانية هيشوف ان ايمن اشرف عمل دور كبير جدا في نص الملعب، ولما رجعه كروش برضو قام بنفس الدور، راجل من رجال منتخبنا القوم. الشيء التاني اللي كنا شايفينه في هذه المباراة الاصرار والعزيمة والروح القتالية والجدية والحماس اللي كانت باينة على كل لاعبي المنتخب المصري. علشان كده لاحظنا ان المباراة المنتخب المصري بالعرض كده بان بشراسته امام فريق المغرب. علشان كده نلاحظ ان فريق المغرب كان عاوز ياخد المنتخب المصري نحو العصبية النرفزة، لكن المنتخب المصري واضح ان هو منتخب له شخصية، وبالذات لما تحط تحت ضغط كبير جدا من الاعلام والسوشيال ميديا في مصر. حط الضغط جامد كبير جدا بعد المباريات الثلاثة الأولى اللي لعبهم المنتخب المصري أمام نيجيريا وأمام السودان وأمام غينيا بيساو. علشان كده لاحظنا أن في نقطة تحول أمام مباراة كوتوفوار، ولاحظنا أن أداء المنتخب المصري بدأ الكيرف يعلى أكتر في أول المباراة القوية. وهي علشان كده احنا بنلاحظ أن المنتخب المصري لما بيجي يلعب مباراة أمام فرق صغيرة في أفريقيا تلاحظ أن الأداء بيقل، يعني بينزل للنص. والسبب الرئيسي جدا انا بقول برضك ان الاعلام بيقلل ويصغر شكل الفرق المنافسة قدام المنتخب المصري. عشان كده كل اللاعبين بتنزل مباراة وكأنها هي فايزة قبل ما تلعب. علشان كده نلاحظ بيبقى فيه تراجع للمستوى لكل اللاعبين. ده اللي بننصح بعد كده اللاعبين، ان لاعبة منتخب مصر تلعب على نفس المباراتين الاخرتين للمنتخب المصري امام كوتوفوار وامام المغرب. لو نلاحظ برضك ان محمد صلاح يا جماعه عمل مباراه ولا اروع ولا اجمل من كل حاجه، سواء كقائد كبير في الملعب وكافضل لاعب في العالم، وقام بدوره على اكمل وجه من كل حاجه. محمد صلاح امبارح بان بشراسته، هو ده اللي احنا كنا عاوزين محمد صلاح يقوم به. علشان كده كل الجمهور فرحان بعوده الروح القتالية للمنتخب المصري وعودة الجماليات وعودة المتعة والأداء العالي اللي احنا كنا عاوزينه من زمان ونادينا بيه كتير. يعني اللي يخش يتفرج على حلقاتي كنا دايما بجيب مثل كبير للكابتن حسن شحاتة والأداء المشرف والمتعة والجمال في كرة القدم. المنتخب المصري بدأ يرجع له شكله المعروف وهيبته وقوته وأداءه. علشان كده لو نلاحظ ان منتخب المغرب طوال المباراة خايف والآن بعد ما حط الهدف الاولاني في الثلاث او اربع دقائق الاولانيين لهذه المباراة، نلاحظ انكماش لفريق المغرب بخلاف ثلاث اربع كرات كده لفريق المغرب. لكن الانقاذ القوي والانقاذ انا بعتبره انقاذ البطولة لابو جبل، شال كرة يعني وهي ادت الى اصابته بعدها على طول. عشان كده ابو جبل هو انا بعتبره من وجهة نظري ان هو رجل المباراة. علشان كده يا جماعة لو نلاحظ تصدين لابو جبل في كرة في مباراة كوتوفوار شالها من المقص الشمال، وفي كرة شالها في مباراة المغرب كان هيفوزهم ويحطوا الهدف الثاني، وبالتالي كنا في نهاية المباراة
في الشوط الثاني، علشان كده نلاحظ ان ابو جبل بعدها حصل له اصابه شديده جدا. الرياكشن بتاعه او رده الفعل للتصدي الكبير جدا والتصدي العظيم لابو جبل ادى له الى اصابه في العضله الضمه، وبالتالي ابو جبل قعد يضغط على نفسه علشان يكمل المباراه وقال انا مش هخرج. علشان كده نلاحظ ان ابو جبل قعد يبكي بعد خروجه، لانه كان عاوز يكمل مع مجموعه اللاعبين الكبار اللي بصراحه كل الناس سعيده بادائهم العظيم وادائهم الكبير جدا في هذه المباراه. منتخب مصر يا جماعه منتخب كبير، كل الفرق في افريقيا بتخاف من منتخب مصر. ليه؟ بيمتلك المتعه والجمال والاثاره والجديه، وخايفين ان الروح لما ترجع للمنتخب المصري هيقلب عليهم ويخلي شكلهم وحش. علشان كده بنلاحظ ان منتخب مصر يا جماعه بيلعب كره زي البرازيل بالظبط. المنتخب المصري، مصر محظوظه ان الكره عندها زي كره البرازيل، بتميل للمهاره وبتميل الى العقل وبتميل الى حاجات كتير انا بنلاحظها. علشان كده المنتخب المصري يا جماعه بان بشكله الجميل الرائع اللي كل الجمهور المصري اعتقد ان يعني ما فيش خلاف دلوقتي على كرة القدم في مصر، ان المنتخب المصري عمل مباراتين رائعتين جدا امام منتخب كوتوفوار ومنتخب المغرب. نحلل تحركات ايمن اشرف. خلي بالكم بقى ولاحظوا معايا وارجعوا تاني للهدف الاول للمغرب في اول 3-4 دقايق. نلاحظ ان ايمن اشرف كان بيلعب لاعب ارتكاز تاني او لاعب نص ملعب في المباراة، في اول المباراة لو نلاحظ ان ايمن اشرف كان في نص الملعب عمل سبرنت قوي جدا ونزل وكان اشرف حكيمي سابقه بعشر خطوات. علشان كده تلاحظوا ان ايمن اشرف راح وعمل تاكلينج والزحلق علشان كده جاب ضرب جزاء، لكن المشوار اللي عمله ايمن اشرف مشوار كبير جدا، وان يدل فانما يدل على ان ايمن اشرف الروح القتاليه عنده موجوده وبكثافه. علشان كده ايمن اشرف يعني الروح الزايده شويه هي اللي وصلت الخطا الكبير اللي حدث من ايمن اشرف، لكن ايمن اشرف عمل مباراه جميله جدا، قام بواجبه على اكمل وجه، وبالذات لما اتحط في نص الملعب وبالذات لما رجعه مستر كارلوس كروش في مكانه اتعدلت الكفه شويه لان كان حجاز اتصاب ونزل طبعا محمود علاء. علشان كده بنلاحظ يا جماعه ان منتخب مصر بيلعب بالموجودين بمن حضر. لو نلاحظ ان في غيابات بالجمله طبعا لمنتخب مصر، يعني مش عاوزين نقول اصابات، يعني لو قلنا اكرم توفيق والونش والشناوي وحمدي فتحي واحمد حجازي وابو جبل كتير جدا، وبالذات لما يكونوا من قوام المنتخب الاساسي لمنتخب مصر. علشان كده نلاحظ يا جماعه برضك ان منتخب مصر عادت له الشخصيه بتاعته، عادت له هيبته في وسط افريقيا. منتخب مصر دلوقتي اصبح من الاربعه الكبار في افريقيا، وان شاء الله انا حاسس ان منتخب مصر ان شاء الله هيفوز على الكاميرون وهيعمل مباراه جميله جدا على ملعب ووسط جماهير الكاميرون. علشان محمد صلاح وسر التالق، محمد صلاح بعد المؤتمر اللي طلع فيه وقال للجمهور يهدى شويه في المؤتمر، منتخب مصر اتحول بعد هذا المؤتمر وبعد الضغط اللي وصل للاعبي المنتخب، واعتقد جاءت بالإيجاب على منتخب مصر. منتخب مصر اتحول من الضغط الجماهيري في السوشيال ميديا، ودي حاجة انا بعتبرها حاجة كويسة جدا وحاجة صحية، لان طبعا ما ينفعش يا جماعة نبقى شايفين حاجة مش كويسة ونطلع نقول حلوة كده. الوضع كان لازم نقول شكل المنتخب. احنا كجمهور هنلاحظ ان احنا ترمومتر الاداء للمنتخب المصري، احنا عين المنتخب المصري، وبالتالي احنا اللي شايفين، واللعبة هي بتقضى وتتعب وكل حاجة وكل دي شايفينه وملاحظينه طوال المباراة، لكن وعارفين مين اللي لعب ومين اللي ملعبش ومين اللي ادى ومين اللي مقداش. علشان كنا نلاحظ مع احترام لكل المحللين الرياضيين في كل القنوات الرياضية وفي كل المواقع والسوشيال ميديا، الا ان جمهور كرة القدم في مصر جمهور ذواق وبيعرف يتفرج على الكرة، والكرة دي عنده زي الاكل والشرب اساسي جدا. ان شاء الله ان منتخب مصر هيعمل اداء كبير جدا امام الكاميرون، وهيبقى افضل بكتير كمان من مباراته امام المغرب. خلي بالكم يا جماعة منتخب مصر بيلعب كرة جميلة جدا في المباريات الماضية الاخيرة، يعني لعب مباراة جميلة جدا امام كوتوفار وخلى شكلنا افضل، ولعب مباراة جميلة جدا امام المغرب. منتخب مصر بصراحة كان يستحق
الفوز بهذه المباراة. وخلي بالكوا شفتوا الكرة اللي ضيعها رمضان صبحي وملحقهاش محمد صلاح. لكن يا جماعة عاوزين نقول ان دي وان دل انما يدل ان امتلاك المنتخب المصري لزمام الامور ادى لان منتخب مصر يخرج بالفوز بهذه المباراة. نروح بقى يا جماعة للنادي الاهلي، سافر اليوم الى الامارات للمشاركة في كأس العالم للاندية، وغيابات بالجملة في صفوف النادي الاهلي. كلنا عارفين ان الاهلي بيقابل مشكلة كبيرة في الفترة الاخيرة بسبب مشاركة بعض اللاعبين الدوليين مع المنتخب المصري في كأس الامم الافريقية الكاميرون 2022. في مرة كده كان سيد عبد الحفيظ موجود مع في برنامج اللعيب مع الاعلامي مهيب عبد الهادي، وكنا شايفين شكله وهو حزين وزعلان ومتأثر بسبب إصابة الشناوي وإصابة بعض اللاعبين زي أكرم توفيق وإصابة حمد فتحي. حاجة برضو تزعل وحاجة تخلينا إن الأهلي يا جماعة رايح يأدي دور وطني كبير جدا في الإمارات، وده وإن دل فإنما يدل إن البطل دايما كده زعلان لأنه هو عاوز يروح ياخد البطولة، مش هو يأدي أو يشرف بس وخلاص في المشاركة. لا، النادي الأهلي كلنا عارفين بمن حضر، لكن النادي الأهلي عودنا دايما إن هو يروح يحارب على البطولة ويوصل لأبعد نقطة في بطولة العالم للأندية. كلنا عارفين إن الأهلي خد تالت العالم مرتين، وطبعا قدم أداء والأروع والأجمل قبل كده مع أبو تريكة وأحمد فتحي وبعض اللاعبين الكبار وقتها. بنقول دايما إن الأهلي بمن حضر، إن شاء الله ان في لعيبة ابطال تتولد من رحم هذه البطولة الرائعة، بطولة العالم للأندية. طبعا الاهلي هيلعب بالمراس في المباراة الاولى، وكلنا عارفين ان تضارب المواعيد بين كأس الامم الافريقية وكأس العالم للأندية هيبقى في مشكلة لبعض اللاعبين، وكل السوشيال ميديا اتكلمت في هذا الموضوع. لكن ان شاء الله النادي الاهلي اداه وقدود ان هو يروح يأدي اداء ان شاء الله في غاية الجمال وفي غاية الاهمية. ولو نلاحظ يا جماعة كمان ان الكابتن الخطيب كان مجتمع مع بعض الاداريين وشكله وهو حزين وزعلان، ده قدر غصب عن النادي الاهلي اتحط فيه. لكن ان شاء الله الاهلي هيخرج منها على خير وهيعمل اداء مشرف لجمهور النادي الاهلي وجمهور كرة القدم المصرية، لان النادي الاهلي يا جماعة بيحب البطولات. علشان كده نلاحظ كل وجوه كل المسؤولين عن النادي الاهلي من اكبر راس لاصغر راس كلهم نفس الشكل. حتى لو نلاحظ موسيماني وهو بيبقى واقف بره الخطوط في مباراته في بطولة كأس الرابطة، نلاحظ برضك ان موسيماني مشتت وعقله في حتة تانية خالص بسبب غيابات بالجملة للنادي الاهلي واصابات بالجملة للاعبي النادي الاهلي في قبل المشاركة في كأس العالم للاندية. عرفنا ان اللاعب محمد عبد المنعم خلاص في النادي الاهلي، انهيت اجراءات عودته للنادي الاهلي بين فيوتشر والاهلي، خلاص اتفقوا الجانبين على بعض الامور والكل يعلم، والسوشيال ميديا والقنوات الرياضية طرحت هذا الموضوع، والنادي الاهلي عبر قناته اعلن خلاص ان محمد عبد المنعم اصبح عودته للنادي الاهلي من الاعارة. علشان كده بنلاحظ يا جماعة ان النادي الاهلي علاقته بكل الاندية علاقة طيبة جدا وعلاقة كلها حب واحترام متبادل بين الاندية. اضافة قوية جدا محمد عبد المنعم لخط ظهر النادي الاهلي، زي ما انتوا شايفين اداء رجولي جدا مع المنتخب المصري ومشارك بقوة جدا. وفي نهاية الحلقة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والشير واللايك علشان يصلك كل ما هو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.